بسم الله الرحمن الرحيم. بس قال اعزائي كل سنه طيبين، مساء الفل عليكم ورمضان كريم علينا جميعا، والايام بتجري واحده واحده، وان شاء الله باذن الله تعالى النهارده معاكم في 5 دقايق جلديه، يمكن تطول شويه، انا مش مجهز حاجه بس ايه قلت اكلمكم على موضوع مهم قوي 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 قوي، وبنشوفه كل يوم، والبرورايتس الهرش. طبعا الحلال مبين والحرام مبين وبينهما متشابهات، يعني في هرش يعني سبب مرض معين، تمام، ده باين. وفي امراض ما فيهاش هرش، يعني يقول لك بهرش يقول له لا انت بتهرش انت بتتوجع، تمام، يقول اه اه انا بتوجع، تمام. الحلال مبين والحرام مبين، في بينهما متشابهات، في حاجات كتيره قوي في البرويتس في الجلد من نبقاش لاقيين لها سبب واضح كتير، وبنقف عاجزين. تعال نشوف كده في السريع البرويتس الهرش، ازاي نتعامل مع البرويتس. رقم واحد يا جماعه، تخيل عيان داخل عليك العياده وبيهرش، يا دكتور جميل يا استاذنا الجميل، عيان جاي بيهرش، سهل جدا. لازم تحط في مخك من حلاوة الجلدية انك تفهم الجلدية، ونقول ان الايتشينج والبين بيشيلهم نفس النيرف، and mild irritation للنيرف يستيمليت الايتشينج، سيفير irritation لنفس النيرف يستيمليت البين. عشان كده نادرا ما تلاقي مرض بيهرش ويوجع at the same time. نقول تاني، السنسيشن بتاع الايتشينج بيشيلوا نفس النيرف اللي بيشيل السنسيشن بتاع البين. مايلد اريتيشن للنيرف يشغل الايتشينج، سيفير اريتيشن لنفس النيرف يشغل البين ويالمنيت الايتشينج. تعال نشوف كده، يمكن يعني كلامي ده مش مفهوم. كلنا يا جماعه دلوقتي نمشي ب، انا جايب العده معايا، بورقه او بقطنه، وامشي كده اعمل مايلد اريتيشن لجلدك، هتحس بالايتشنج، اهرش يحصل اليمينيشن للايتشنج. ايه اللي حصل؟ مايلد اريتيشن للنيرف يشغل الايتشنج، سيفير اريتيشن لنفس النيرف يشغل البين والالمينيت الايتشنج. يبقى اول معلومه بقولها النهارده ان البين والايتشنج بيشيلهم نفس النيرف، تمام. مايلد اريتيشن للنيرف يشغل الايتشنج، سيفير اريتيشن لنفس النيرف يشغل البين. مما سبق نستنتج ايه؟ ان صعب جدا تلاقي ديزيز بيهرش وبيوجع ات ذا سيم تايم، نادرا ما تلاقي حاجه زي كده، زي الايزينوفيليك فاشيايتس، مرات يشغل البين مرات يشغل الايتشنج، فنادرا. طيب جالك عيان بيهرش، جالك عيان بيهرش، هاو تو ديل وذ، واحد هيستوري، اتنين اكزامينيشن، تلاته لاب، اربعه بايوبسي باثولوجي، او مع اللاب قبل الباثولوجي ممكن لو محتاج او شاكك ممكن نعمل راديولوجي، واخيرا الباثولوجي. واول ما بقول الكلينيكال دلوقتي، كلينيكال مع الكلينيكال طبعا خلاص بقت رول بقى رول انك ما تقول الكلينيكال يبقى درموسكوب، خلاص ما دام مع الكلينيكال اكزامينشن خلاص بقى تول للتشخيص. تعال خدها واحده واحده. هيستوري، هتقعد عند العيان هتقول له عندك ايه؟ هيقول لك ايتشي. طيب بقاله قد ايه؟ مهم جدا 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 الانست بتاع الديزيز. ايه اللي بيزوده؟ ايه اللي بيوديه؟ انا بتكلم لسه ما كنتش كشفت. بيزيد امتى في اليوم ولا موجود طول اليوم؟ هل الموضوع ده جالك قبل كده؟ طب لو كان جالك قبل كده خدت له ايه وخف؟ هل ليه علاقه بالبريجنسي؟ هل ليه علاقه بالستريس؟ هل ليه علاقه بشغلك؟ هل ليه علاقه بالتنظيف بالتراب؟
كل ده في الهيستوري ومهم جدا. بعد ما باخد الهيستوري يا دكتور احمد بعمل اكزامينيشن. واوعى تنسى تكشف على السكالب والميوكس ممبرين والنيل. اوعى تنسى، انا بكلمك كده ايه نقط كده يعني. سكالب والميوكس ممبرين والنيل. تعال نشوف واحده واحده. جه عيان بيقول لك انا بهرش في فروه راسي. هاخدها حته حته. Regional Differential Diagnosis for Itching. هرش في فروة الرأس مشهورة جدا 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 even لو في الكلاس بيشنت البيديكيلوزيس. والبيديكيلوزيس ذا إيتش ديزيز طبعا. الإيتشنج بتاع البيديكيلوزيس بيبقى موجود طول اليوم ويعشق الاوكسيبيتال اريا. في ناس دلوقتي اول ما اقول البيديكلوزز بيهرشوا ويعشق الاوكسيبيتال اريا. ومن كتر الهرش، خلي بالك معايا بالحته اللي جايه دي بقى، من كتر الهرش ممكن يخش انفكشن يعمل لك ما يسمى بالكراستد امبتايجو. يروح بعد ما العيان كان بيهرش جامد جدا اتحول الهرش لبين، والبين عمل ماسكينج للايتشنج. نقول تاني، لسه بقول لك ايه، لا يوجد مرض بيهرش ويوجع ات ذا سيم تايم. ليه؟ مايلد اريتيشن للنيرف شغل الايتشنج، سيفير اريتيشن نفس النيرف شغل البين. طيب البيديكيلوزز طول ما هي موجوده انا عمال اهرش، البيبي عمال يهرش، الطفل عمال يهرش. الهرش ده بيفتح تراك للانفكشن، يعمل لي ما يسمى بالكراستد امبتايجو. هم ليه سموها كراستد امبتايجو؟ الولد هرش في فروه راسه، دخل الانفكشن، الستاف او الستريبت اور بوس، عمل لك الرثيمه مش باينه من شعره، يطلع عليها فيزيكل مش باينه من شعره، الفيزيكل ايميديت اللي بتتحول لبسطيول مش باينه من شعره، البسطيول يرابشر يعمل لك كراست يلزق الشعر ببعضه، تلاقي العيان جاي لك بكراست كراستد اريا ملزق الشعر ببعضه مع الليمفيدونوباثي مع بين في اريا وايتشنج في اريا تاني. بين رهيب جدا، بين رهيب جدا، وشعور الهرش فيها مش موجوده لدرجه ايه، مش قادر يقرب ايده من راسه. طيب في حاله زي البيديكيلوزيس دي تعالج الاول البيديكيلوزيس ولا تعالج الامبتايجو؟ حد يقول لي كده، حد يرد عليا بسرعه، يا ريت تبقى بتحضر التفاعل النهارده. تعالج البيديكيلوزيس الامل الاول ولا تعالج الامبتايجو؟ وخد عندك سؤال تاني جاوبني عليه، بيقول لك ايه؟ البيديكيلوزيس ممكن يعمل لك رينال فيلير. سؤال دكتوراه. يعني بص قد ايه هبل السؤال، بس ممكن تسيب الدكتوراه. تمام؟ البيديكيلوزيس يعمل لي رينال فيلير؟ ايوه. ازاي؟ ها؟ حد يقول لي. تعالج الامبتايجو الاول. برافو عليك يا دكتور رشا، اول اجابه. لازم طبعا الامبتايجو الاول. ليه؟ ده بكتيريا الانفكشن. البكتيريا الانفكشن ستريبت في الجلد ممكن تعمل لك ايه؟ بوست ستريبت كوكال جلوميريال نفرايتس وتخلص بيه رينال فيلير. يقول لك الامن يعمل رينال فيلير. ايوه. ازاي يبقى كومبليكيتد بالكراستد امبتايجو بوست ستريبت كوكال جلوميريال نفرايتس فولود باي رينال فيلير؟ يبقى رقم واحد ماشي، نعالج الدكتور اللي بيهرج اسمع بديكولوزز ناس تبدا تقول. طيب يبقى رقم واحد نعالج الامبتايجو. طب هتعالج الامبتايجو ازاي؟ توبيكال سيستميك انتي بايوتيك وبوتاسيوم برمنجنيت، هيبقى الدنيا زي الفل ان شاء الله within few days. خلص الامبتايجو نبدا نعالج البديكولوز زي ما كلنا عارفين بتوبيكال، توبيكال انتي بارازيتيك زي طبعا البيرميثرين اللي هو في السوق اسمه الاكتوميثرين. بيتحط ازاي يا جماعه؟ بعد ما عالجنا الكراستد امبتايجو خلاص بيتحط وانس او توايس ويكلي، وانس تو توايس ويكلي فور 3 سكسيسيف ويكس. ودايما بقول انا لما بحط دلوقتي انتي بارازيتيك على راسي بالليل، اصحى الصبح اغسل شعري بميه بخل واسرح شعري من نار نص تكون اللي هو الفلايه كده، خلصت من الامن وخلصت من النتس. بعد اسبوع بكرر الحكايه. ليه بعد اسبوع؟ علشان خلاص انا قتلت الامل وشلت ما تيسر من النتس. طب بعد اسبوع هيبقى في شويه نتس ما قدرتش عليهم، حصل لها هاتشنج وطلع سمول بديكرس، ما تقدرش لسه تتجوز ولا تحط نتس،
هقتلها بعد اسبوع كده، انا واثق ان لا في نت ولا في لا نتس موجود. ولا بديكلس الثيرد ابلكيشن بعد اسبوع دي بتبقى بروفلكتيك، مع الاخذ في الاعتبار ان احنا بندي الايفيرزين اللي هو ايفيرمكتين، بندي كل 30 كيلو قرص، هو الايفيرمكتين 6 مللي جرام، بدي كل 30 كيلو قرص، وزنك 30 كيلو تاخد قرص، وزنك 60 كيلو تاخد قرصين لمده قد ايه؟ وانس او وانس ويكلي برضه فور 3 سكسيسيف ويكس. بعض الحالات يا جماعه بتبقى الموضوع يعني سيفير جدا، رهيب جدا 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 جدا، فبندي العيان الايفرزين جرعته لمده 3 سكسيسيف دايز بير ويك، يعني اديله مثلا قرصين كل يوم مده 3 ايام. حالات بتبقى شديده جدا، كرونيك جدا، بتريزيست جدا، بيبقى نتائجه لطيفه جدا. طيب هل الانتي هيستامينيك ليه رول، هل الانتي هيستامينيك ليه رول في البيديكلوزيس؟ انا بحب ادي العيان السيديتنج انتي هيستامينيك عشان يعرف ينام بالليل وما يعكننش عليه الدنيا. خلصنا من في السكالب، خلصنا من البيديكلوزيس والكراستد امبيتايجو. ايه كمان بيهرش في السكالب؟ اللايكن بلانو بايلاريس. اللايكن بلانو بايلاريس من الحاجات اللي بتهرش جدا 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 في فروه الراس، وهنا بنعالجها بتوبيكال وسيستميك استرويد، ممكن انتريج استرويد از ايرلي از بوسيبل. النيورال من الساحق المحق الذي لا يصد ولا يراد، اللايكن بلانو بايلاريس ممكن تبقى صوره من صور بدايات الفرونتال فايبروزنج الوبيشيا، بديها النيورال دي سكه، او اديها الاسترويد مع البلاكونيل مع التوبيكال استرويد او انتراجينال استرويد، ادي سكه ثانيه عشان امنع الفرونتال فايبروزنج الوبيشيا. طب لو كان الفرونتال فايبروزنج الوبيشيا بقت سيتل ديزيز خلاص، بقت الكومبليكيشن بتاعت لايكن بلانو بايلاريس، هدي العيان ايه دلوقتي؟ هير ترانسبلانتيشن از ايرلي از بوسيبل. عاملين 12 عمليه مع حبيب الدكتور احمد الرزق، النتائج نجاح 100%. يبقى ما تحاوليش في فرونتال فايبروزنج الوشيا ايدر سببها ايديوباتيك او سببها اللايكن بلانو بايلاريس، ما تحاولش خلاص. انت هتعمل ايه؟ هنضحك على بعض؟ هو العلاج ده هيطلع شعر؟ لا، العيان عايز علاج، علشان انت بتقول له احنا هناخد علاج عشان الموضوع ما يزيدش. سيبك من الهجس ده كله، علاج الست الفرونتال فايبروزنج اللي بيش الهيب ترانسبلانتيشن. انما لو كانت الحاله لسه ايرلي واكتف لايكن بلانو بايلاريس، نعالج اللايكن بلانو بايلاريس بسكه النيورول 2.5 5 ملي جرام بر كيلوجرام بادي ويت، او السكه الثانيه السيستميك استرويد والسيستميك بلاكونيل والتوبيكال او انتراجينال استرويد. ده السكه الموازيه، والاثنين هيبقوا علاج لطيف جدا. ثلاثه السيبوريك درماتايتس. السيبوريك درماتايتس، السيبوريك درماتايتس هي درماتايتس في السيبوريك اريا اللي هو السكالب، اي براو، نيزو ليبيال فولد، الهيري شيست، الخط الموازي، بهايند الاير، اكزيلا، جروين. بعض حالات السيبوريك درماتايتس لما تبقى كومبليكيتد ممكن تبقى احد اسباب الاريثرو ديرما. طيب السيبوريك درماتايتس بيجي لك العيان بيه درماتايتس، يا اما سب اكيوت درماتايتس او نادرا ما تبقى اكيوت درماتايتس. احنا بنشوفها سب اكيوت غالبا اللي هو ريسيما وسكيلز في السيبوريك اريا، ويجي لك العيان بهرش رهيب جدا، ريسيما وجريز سكيلز في السيبوريك اريا. بتبقى درجات يا جماعه، اقل درجه بتاعتها اللي هو الدندرف العادي ممكن تزيد تبقى اكستنسيف سيبوريك درماتايتس، وتزيد قوي تبقى سيبوريك سورايسيز، يعني هو ميد واي بتوين، يعني او تقدر تقول ان هو سورايسيس سوريك اريا. في بعض الحالات كده زي ما قلنا الحلال مبين والحرام مبين، تيجي تقول لي ايه رايك يا دكتوره شكلها سوريك درماتايتس؟ لا لا، دي شكلها سورايسيس. طب شوف بالدرموسكوب ونقعد نختلف، اسمها سوريك سورايسيس. هي السورايسيس في السوريك اريا، ومرات بتبقى سوريك درماتايتس كبيره جدا سيميوليتنج السورايسيس، عشان بس تبقى ايه الكلام النظري حاجه والكلام العملي وحياتنا حاجه ثانيه خالص. الدرمسكوب في الحالات دي بيبقى تقريبا دايجنوستيك. طيب ما دام هي سيبوريك درماتايتس واحنا يعني خلاص الدايجنوستيك السيبوريك درماتايتس، نبدا نعالج. اسمع كلامي، سيبوريك درماتايتس لما تبقى سيفير جدا ادي يا عم سيستميك استرويد، وادي توبيكال استرويد، وانتي انتي داندرف شامبو وبوليتار شامبو، العين هيتحسن جدا. الهدف بتاعي ايه؟ ان الاكيوت فيز ده بتاع السيبوريك درماتايتس الشديد جدا ده اعمل له كنترولينج، بعد كده لما امشي بشامبوهات وامشي بتوبيكال استرويد الموضوع يبقى سهل
سهل على العيان، سهل على عيلته. انما ستارتنج محدش بقى يقول ايه وندي بقى شامبو لجاستن بلو ونحط الكريلا لوشن. يا عم مش كفايه، يا عم مش كفايه، هدي له كورتيزون عشان سبريك. ايوه ادي له كورتيزون عشان سبريك درماتايتس، اعمل كنترولنج للكيس، اعمل كنترولنج للحاله، خلال اسبوعين هتلاقي فروه الراس بقت زي الفل. سهل بقى كده اعمل كنترولنج للديزيز بالانتي فانجر شامبو، بالانتي داندرف شامبو، بالتوبيكال ديبروساليك لوشن، بالتوبيكال صح المهر الذي لا يصد ولا يرد، الزاميول جيل. زاميول جيل مش بس بتاع الصدفيه، ما الزاميول جيل ده عباره عن ايه؟ توبيكال استرويد مع فيتامين دي، في الحاجات الجميله جدا كانتي ميتوتيك وانتي داندرف. ففي حالات السيبوريك درماتيتس لما تبقى شديده دوس بالسيستميك استرويد اسبوعين ثلاثه بالكثير مع التوبيكال جاستن بلو شامبو، الكوفي زينك شامبو، الحاجات الجميلة المصرية اللطيفة اللي اكتشفناها بعد الحاجات المستوردة ما بقتش متوفرة. فيعني بجد اكتشفنا ان عندنا منتج حلو وادوية جميلة. ادي سبريك بتاعتي. هل سكالب سورايسز بيهرش؟ طبعا. انتوا عارفين زمان، يعني انا ممتحن دكتوراه او واخد دكتوراه 2003، 20 سنه بالظبط، اللي يخش امتحان الشفوي الدكتور يقول لك السورايسز بيهرش يسقط. طب هو الكلام اتغير؟ ايوه الكلام اتغير، وسلوك المرض اتغير. يا سلام، يعني هو زمان السورايسز ما كانش اتشي؟ لا ما كانش اتشي، يعني هم الدكاتره كانوا يعلمونا حاجه غلط؟ لا، خلاص ما كانش اتش، ولو كان اتش بيبقى اتش على 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 حياء. اسالوا كل الاساتذه. انما دلوقتي لا، السورايسز بيهرش. زمان كان يقول لك ايه الاتش سورايتك ليجن، بس هو الفليكشر سورايسز ده. لا 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 لا، ده السورايسز بقى يهرش، وبقى يهرش جامد كمان جدا جدا جدا، وانت لوكن 17 وانت لوكن 23 وانت لوكن 22 وشغل جامد جدا 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 جدا. طيب سكالب سورايسز اللي بيهرش في فروه الراس ده هتعالجه ازاي؟ بص بقى، انا تقريبا عرفت، فهمت دماغي، فهمت دماغي. يعني فهمت دماغي ده بتبقى عندي الحاله سيفير، لازم اوقف، لازم اوقف السيفيريتي. يعني اي حد دلوقتي يقول لي طب ما انا عندي سكالب سورايسز، ما اديله بوليتار شامبو واحط له الديبروساليك لوشن، او احط له الكريلا، او احط له الدايفوبيت جل جميل، او احط له، ماشي كل الكلام ده تضيع وقت. هيجيب نتيجة؟ هيجيب نتيجة، بس علشان يجيب نتيجة قدامك فترة كتير تخلي العيان يفقد الثقة فيه. ما تخافش خالص من الميزوتريكسيت، ما تخافش خالص من الاسيتريتين، اوعى تخاف من الصاحق المحق الذي لا يصد ولا يرد، السايكلوسبورن هو نيورون. لازم ادي العيان. طب اقول لك على حاجة، ادي العيان يا عم، اعمل له ليفر فانكشن، اعمل له كدن فانكشن، سي بي سي كله زي الفل، ادي له يا عم نص حقنة ميزوتريكسيت كل اسبوع لمده 4 اسابيع. على الحقنه الثانيه هتلاقي السورايسز بشكل كبير جدا. ده بالاضافه للبوليتار شامبو مع الكريلا لوشن السهل الجميل الرخيص، ديبروساليك لوشن الاهبل الرخيص، او الصاحق المحق الذي لا يصد ولا يرد، الزاميول جل او الدايفوبيت جل، حاجات جميله جدا 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 جدا. خلصنا من حقنتين ثلاثة أربعة، بلاش حقنتين، جرعتين ثلاثة أربعة، وحصل كنترولنج للسورايسز. يا سلام بقى لما تسيطر على الصدفية بشوية لوشن أو كريم وشامبوات، الحل الموضوع. طيب مع النيو فلير ابدأ خش تاني بالسيستميك. لو هو بيستجيب كويس للسايكروسبورين خلاص، بيستجيب كويس للميزوتريكسيت خلاص، إنما ما تأخرش خففان العيان، وما تفقدوش الثقة لا فيك ولا في الدواء اللي انت مديهوله. فالسيستمك في الحالات دي ما دام العيان يستحمله ان شاء الله هيسعف معاك جدا جدا جدا. في ايه كمان عندك هرش في السكالب؟ اللايكن سيمبس كرونيكس، الاكزيما العصبيه. وعلى فكره غالبا ما بتاخدش الصوره الكلاسيك اللي كلنا عارفينها. هي بتبقى نوع من انواع الاوبسيشن، نوع من انواع الاوبسيشن، نوع من انواع الاوبسيشن، زيها زي التراكتينومانيا بالظبط. والعيان يخش في ستريس يهرش،
ده اتقلبت لي هابت، يعني ما يخشش في ستريس، يحط ايده في راسه يلاقي القشره يهرش ويعور ويجرح. وهقول لك على حاجه، هذا العيان ممكن يستمتع بهذا الهرش. وتلاقي حوار دائم ما بين البنت ومامتها، شيلي ايدك من راسك هيقول عليك مأمله، واخد بالك؟ بنشوف الحوار ده او بنسمع عنه كتير جدا، ولما تيجي تستفسر من والدتي يعني تقول لك بالظبط يا دكتور بيحصل معايا. طيب في حاجات تانية بتهرش في الاسكات؟ طبعا الزروزز، الجفيف. طب اديني عقلك، انا مش شايف ليجن، انا مش شايف ليجن، والعيال بيهرش. لا تقول لايك سيمبس كرونيكس، لا تقول ممكن الزروزز. هو الزروزز ده يجي لي من، انتوا عارفين يا جماعه في ناس كتير مش ميه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله ما بيشربوا ميه وياكلوا حوادق وشيبسي. كم رهيب جدا من ملح تخش جسمك وانت مش واخد بالك، ويطلع الملح في طريق من تلاتة، يورينيشن، ديفيكيشن، سويتنج. عرقك يبقى مركز، عرقك يبقى مركز، انت مش واخد بالك من اللي بيحصل ده. يطلع العرق صيف شتاء، بخر الميه، يفضل الملح في فروه راسك وتهرش هرش رهيب مش لاقي له سبب. تمام، هرد على كل الاسئله وهقول لك على الدارين، بقول لك على كل حاجه دلوقتي، وميوزك فيكسيت وساكت، بس خليني اكمل. قله شرب الميه ممكن تزود لك الاتشنج في السكالب وفي الفليكشرال اريا، يعمل لي انتر تراجون وانا مش لاقي له سبب. ومجازا علشان ملوش اسم فبنسميه سمبل انتر تراجون، اللي هو غالبا ما بيجي مع التايت كلوزز، بس انا ما بلبسش حاجه تايت. ايه اللي يخليني اهرش؟ مقتنعين يا جماعه ولا امسك شويه ملح في ايديك كده 10 دقائق، فما بالك لو الملح ده موجود على جلدك فترات. هاني يقول لك لا 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 لا، بس انا بشرب شاي وقهوه نسكافيه بتعوض الميه. لا، دي مدرات بول، دي مدرات بول، دي مش تعوض الميه. تمام يا شباب، يبقى شرب الميه من الحاجات اللي ممكن تعالج لي الايتشنج اوف انون كوز في السكالب. ايه كمان يهرش في السكالب؟ الضاي. يا خرابي على الضاي. انا من الناس اللي مع صبغ الشعر جدا. اصبغ شعرك، اصبغ شعرك، اوعي تبص في المرايه تلاقي حاجه بتضايقك في وشك او في شعرك ما تعالجهاش، اوعي. يقول لك الاصل الشعر ده لما بصبغه الشعر بيوقع. لا، اصبغي اصبغي، ده ممكن شعرك لما تشوفيه ابيض في المرايه يقع مستريس تلجن فيه. انا عجزت، شوف شعري الابيض ده مش ابيض على فكره، ده سيلفر. اوعى 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 اوعي. لا اوعى، احنا رجاله دول جمال، يعني دماغنا كبيره جدا، يعني اقصى طموحاتك انك تحلق دقنك تحط برفيوم، يعني يعني احنا سهلين، احنا ناس سهلين جدا جدا جدا. صح يا سحس ولا احسن يا محسن؟ طموحاتك ايه؟ تحط برفيوم، تحلق دقنك، تلبس قميص شيك، بس ما يعني ملناش طموحات قوي زي الست، ربنا ايه. طيب انا بحب قوي حاجة في ناس كتيرة ما بيحبوهاش، بس أنا بحبها، في صبغة الشعر. طيب في حاجات إيريتنت، ابعد عن إيريتنت. طب أنا جلدي حساس وبيجيلي حساسية، خدي فينادون معلقة كبيرة مرة الصبح مرة بالليل لمدة 3 أيام قبل ما تصبغي شعرك، وثلاث أيام بعد الصبغة. أنا عايزك تصبغي شعرك، أنا عايزك تتبسطي.
البايونيكي من حاجات الناتشرال اللي انا شايف انها اقل حاجه ممكن تعمل لي الريتيشن او اكزيما، حاجات ناتشرال. لوريال من الحاجات الجميله جدا 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 برضو ناتشرال، ويعني مرات بتعمل يعني اكتر من بايونيكي تعمل الانفلاميشن، بس برضو من الحاجات الجميله جدا. في حاجة لطيفة جدا اسمها الرستوريا ديسكريت، هي غالية شوية، هي سر سر المعارضينها بيقول لك عشان فيها مادة الرصاص، اللي بيعرضوه بيقول لك فيها مادة الرصاص. الرستوريا ديسكر ده انا شايفه اختراع، المصري بتاعه اسمه البلاك باك هير كريم، صبغه لطيفه جدا. بتتعمل ازاي؟ تحطها على راسك كل يوم لمده شهر او 6 اسابيع، تسرح شعرك سيبها، اغسل شعرك الصبح او ما تغسلش مش هيفرق. بعد 4 أو 6 أسابيع لو جابت نتيجة حطها وانس كل أسبوع، هترجع لك درجة لون شعرك لدرجة شعرك الطبيعي، وفي نفس الوقت هتحافظ على الموضوع ده من غير ما تعمل الريتيشن. لناس كتير نادرة ما بتعمل الريتيشن، مشكلتها إن فيها نسبة من الرصاص. أرجع وأقول لك الدنيا كلها رصاص، عوادم السيارات مليانة رصاص، فما جاتش على الحاجة اللي ممكن تبسطني وعقدك منها. ف ممكن طبعا يبقى ليها مشاكل، بس انا شايف الفايدة اللي منها احسن من المشاكل. I love رستوريا ديسكريت، ممكن مش موجود من مصر، في مصر دلوقتي بنجيبه من جوميا، بيجي غالي شويه بس بجد افكتيف ويقعد معاك كتير. يعني الازازه ممكن تقعد معاكي 6 شهور مع اي راجل تقعد معاه سنه. دكتورة هاني بتقول لي التشيكن بوكس في فروة الراس بيهرش. طبعا ما كل مرض ممكن يضرب الجسم ويضرب لي فروة الراس يهرش. انا بتكلم على الحاجات السبيسيفيك بجد اللي بتيجي في فروة الراس. يعني حاجة مثلا زي التينيا كابيتس ما بتهرش، بس الكيريون بيوجع، واحنا النهارده كلامنا كله على البرورايتس. طيب ايه كمان ممكن يهرش فروة الراس؟ الحاجات اللي بتهرش بقى بجد 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 بجد، الاتوبيك درماتيتس واللايكن سيمبس كرونيكس الواضحة الشديدة، ويجي لك العين بلايكنفيكيشن بالذات في الاوكسيميتال اريا والنابو اوف ذا نيك وهرش شنيع. بدي سترويد وبدي انتراليجن سترويد، بدي سترويد وبدي انتراليجن سترويد. والانتراليجن سترويد من الحاجات الجميله جدا، مش عارف في ناس بتقلق منها ليه، بس انا شايف انها الافكاسي بتاع جلسه انتراليجن سترويد تعادل انك تدهي المره الصبح مره بالليل من التوبيكال سترويد فور اتليست 30 يوم ان لم يكن 60 يوم. يعني طب احنا بنحقن ايه؟ الابيريليفان اللي هو الترايمسلون ستينويد او الديكساميثازون. الترايمسلون ستينويد الكتاب بيقول لك ايه بقى؟ لما اجي احقنه بخفف 1 لـ3، 1 هو اللي موجود، خلي بالك معايا، الواحد الازازه فيها 1 ملي، هحط عليها 3 ملي سلاين، بقى المجموع 4 ملي، ده حجم جواها بقى 40 ملي جرام، يعني كل ملي فيه 10. دول تاني
ازازه الابريليفان اللي هي تراي امسلوسنويد او الكينكورت اللي هي تراي امسلوسنويد اللي هو في العالم كله ده هو الاسترويد اللي فور انجكشن. الكتاب بيقول لك ايه؟ لما تيجي تخففه حط 3 صلايب على الواحد الابريليفان، بقى المجموع كام؟ الحجم كام؟ 4 مللي، بقى كل مللي فيه كام؟ 10 مللي جرام، احقن. هل الكلام ده نهائي؟ لا 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 لا. احنا بنقول تخفيف الاسترويد بيبقى كالاتي: في حالات الكيلويد لازم اخفف. يا عم احنا بنحقن كده على طول الكينكورت، لو حقنتها مفيش مشكله، ممكن ما يحصلش حاجه، بس لو حقنتها ممكن يحصل ما يسمى بالاسترويد ألسر، مش هتروفي، ألسر. ما انا الهدف بتاعنا لما احقن في كيلويد اخلي الليجن اكسر التليفات دي واخليه يحصل له اتروفي. لا، من المشكله بقى لو انت حقنته وذاوت دايليوشن ممكن يعمل استرويد ألسر، ودي بقى مشكله كبيره جدا جدا جدا، اللي اشتغلها يعرفها. طيب اما تخفف كام في الكيلويد؟ واحد لواحد. طب ممكن اخفف يا دكتور على زيلوكين؟ عيني زي الفل شغال، يبقى واحد لواحد، واحد استرويد على واحد زيلوكين، واحد هايل. طيب خلصنا من دي. طب لو انت الديزيز اللي عندك سكن ديزيز جاي لك بابيول نوديول بليكس، بليك زي سترايسس، بليك زي بسكوردوبس، نوديولز زي براجنوديولاريس، هنخفف قد ايه؟ خلي بالك معايا بقى، هنخفف قد ايه؟ 1:5 1:7، من 1:5 1:7. خلي بالك الكتاب بيقول لك ايه؟ خفف 1:3 عشان يبقى كل ملي في 10، الكتاب بيقول كده. لا خفف اكتر شويه ما تخافش. طب ليه بتخفف زياده كده؟ هناخد افيكاسي احسن، سايد افكت اقل. فلو الليجن عندك بليك او نوديول بنخفف من 1:5، يعني 1 استرويد ل5 صلايب، او 1:6 او 1:7. طب لو الديزيز عندك هو السكين نفسه وعايز يخفف استرويد، يعني ايه الديزيز هو السكين؟ قال لي مش ارياتا، فيتيليجو، خفف قوي من 1:7 ل1:10. لا ده الكلام الجديد كمان العملي، من 1:7 ل1:12، يعني 1 استرويد على 9 صلايد بقى المجموع 10. تمام، واحد في الوبيشيا رياتا، احن في فيتيليجو لو كان الديزيز هو السكين نفسه. طيب ايه كمان ممكن يهرش في السكالب؟ حد يقول لنا ايه كمان ممكن يهرش في السكالب؟ السودو بليد بروك، السودو بليد بروك ده مش مرض على قد ما هو نقدر نقول ان هو كونديشن. سودو بليد بروك، سودو بليد بروك، تجي لك العيانه تقول لك ايه؟ فروه راسي بتوجعني وبتاكلني، توجع لو حركت شعرها وممكن تهرشها، تبص على فروه راسها تلاقيها حمراء ويبدا شعرها يقع. السودو بليد بروك ده ممكن يبقى بدايات للايكن بلانس او لايكن بلادو بايلاريس، ممكن تبقى بدايات ل ديسكويد لوبس ارسيماتوزز. يعني احنا بنقول ويت اند سي، بس احنا بنعالج الديزيز از ايرلي از بوسيبل بتوبيكال استرويد وسيستميك استرويد. احنا كده النهارده اتكلمنا على يعني امراض بتهرش في السكالب. كفايه النهارده كده، تعالى بقى ايه احنا نمشيها، وانا ما كنتش عامل حسابي كده بس لقيت الموضوع لطيف. نخش بقى كل يوم على هرش في حته معينه and how to deal with. النقطه الاخيره اللي عايز اقولها، هل الفوتو ثيرابي، هل الفوتوثيرابي يا دكتورة تهاني، هل الفوتوثيرابي
ممكن يقلل الهرش هل الفوتوثيرابي ممكن يقلل الهرش؟ طبعا. يعني عيانة عندها أتوبيك ديرماتيتس، عيانة عندها لايكن سيمبس كرونيكس وبتحقنها سترويد انتراليجن وبتديها علاج، ممكن تعمل لها ناروباند يو في بي أو إكزايمر ليزر؟ طبعا طبعا دكتور الحق، طبعا طبعا. ليه؟ هو ليه الفوتوثيرابي بتقلل الهرش؟ هقولها لك في حاجة بسيطة جدا. هو الفوتوثيرابي بيعمل ايه؟ واحد انتي ميتوتيك مش تبعنا، بس والله انتي ميتوتيك ولو كانت كوز السورايسيز هيقلل ميتوزز، هيقلل السورايسيز، هيخفف. ماشي. اتنين، بينشط ما يسمى بالتيومر سبريسور جين. تيومر سبريسور جين، تيومر فوتوثيرابي، تيومر سبريسور جين من اسمه كده. اي حاجه فيها رابيد بروليفريشن هينشط التيومر سبريسور جين، يسبرس النشاط، يخف المرض، يخف العرش. ماشي. ثلاثه، بينديوز انترلوكين 6 اند انترلوكين 10 ودول لوحدهم انتي انفلامات. هي دي هي دي هي دي بينشط تخليق الانترلوكين 6 وانترلوكين 10 ودي يقلل العرش. أربعة، اسمع دي بقى، يقطع طول رانيا منورانا والله العظيم، يقطع الهالدي أربليكيول من لانجر هانسلز، يقلل أنتجن بريزنتنج كباسيتي. نعم نعم، تاني تاني تاني، مش في الإكزيما يا جماعة، عندي الدندريتك سيلز اللي بنسميها أنتجن بريزنتنج سيل، بتاخد الأنتجن تروح على الريجنال ليمف نود، تنشط التي سيل، تخليها كانت انسنسايز تي سيل سنسايز تي سيل، وتجري على مكان الهرش وتهرش جامد جدا. لا 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 لا، الفوتوثيرابي بتقطع الهالة دي اربليكيول من الدندريتك سيل، تقطعها، تفقدها الانتيجن بريزنتنج كاباسيتي، تطلع من هنا ماسكه الانتيجن مش عارفه تكلم التي سيل فمش هتيجي. دول الاربع حاجات اللي ممكن يبقى الفوتوثيرابي ليهم علاقه بالهرش وعلاجه. طيب ذات اول، كفايه عليكم كده النهارده، سهرتكم معايا، وان شاء الله ان شاء الله ما كنتش عامل حسابي على كده، بس يعني الكلام جاب نفسه. بكره بقى نكمل الهرش في الفيس والسايد والنب والذراك. يا خراب، ده في كلام كتير جدا، كلام كتير جدا جدا. ان شاء الله باذن الله تعالى استودعكم الله واسالكم الدعاء، واشوفكم بكره على خير ان شاء الله، تصبحوا على الف خير، رمضان كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.